قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالنهاردة مثلا أنا لقيتك لقيتك مثلا حليقا في الطريق فقلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلق اللحية وقال كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث ابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا المجوس في لفظ وخالفوا اليهود والنصارى في لفظ ده إيه معناه؟ معناه كما ذهب إليه جماهير أهل العلم وجوب إعفاء اللحية اللحية دي عاملة زي العلم كل دولة لها علم والعلم ده مبجل عند كل دولة ويقفون له احتراما يقول لك ده شرف البلد كلها في العلم ولو وجد واحد بيمسح الجزمة مثلا بعلم الجمهورية في أي بلد بياخدوه يعاقبوه ليه؟ يقول لك لأن ده رمز طيب هذه اللحية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم رمزا للمسلم ليميزه عن غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزهد في آخر صحيحه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا إلا بقايا يقصد المؤمنين من أهل الكتاب فهذا المؤمن الذي هو أحق الناس بالسيادة في الأرض ليعمرها بذكر الله تبارك وتعالى ويعمرها بطاعة الله عز وجل وعبادته هذا المسلم المؤمن ينبغي ألا يذوب في الذين يمقتهم الله تبارك وتعالى وينبغي أن يتميز بشيء يصير كالعالم بالنسبة للدولة النهاردة مثلا بعد هذه الهزيمة النفسية التي مني بها المسلمون في أعصارهم المتأخرة حتى استبيحت بيضتهم وصار كثير من المسلمين معجبون كثير من المسلمين معجبين بعدوهم ينقلون عاداتهم وتقاليدهم إلينا ويفتخرون بذلك اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال فلو سلمنا مثلا أن رجلا مثلي يمشي في الطريق هل يختلف اثنان أنه مسلم؟ لا يختلف اثنان أنه مسلم طيب لو إن رجل حليق ويلبس بقى البدلة والكرافتة ومش عارفين الكلام ده وماشي أنا لو سألتك ما دين هذا؟ تقول لا أدري لعله كذا لعله كذا يبقى إذن لما طلب منا مثل هذا الحكم كان القصد أن يتميز أهل الإيمان هناك بعض المغالطين الذين يقولون طيب طم هم القسس يعفون لحاهم وادي أحبار اليهود
يعفون لحاهم. ولما تجد واحد شاب من أهل الكتابين أعفى لحيته فده يبقى ملتزم. طب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خالفوا اليهود والنصارى أو خالفوا المجوس. طب ما هم أعفوا لحاهم أهو، يبقى احنا السنة أن نحلق لحانا. وبكل أسف أنا سمعت من قال بهذا وكان مقدما في العلم، قال طيب طالما المسألة مسألة مخالفة وهم إذا أعفوا لحاهم نحلق نحن لحانا. نقول أولا هذه مغالطة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المجوس اليهود النصارى ما قصد طائفة منهم، ومعروف عند علماء الأصول أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس أنها تفيد العموم، يعني اليهود كل اليهود، كل من دان باليهودية، النصارى كل من دان بالنصرانية. طيب كل من دان بالنصرانية، النصارى مثلا في العالم يقولون مثلا في حدود 3 مليار أو 2 مليار ونص، المهم مليار 2 مليار 3 مليار، كم واحد ملتحي فيهم؟ كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يبقى هذا لا ينطبق على الحديث اليهود والنصارى كل اليهود كل النصارى كل المجوس، وده طبعا غير واقع، فإعفاء اللحية لا زال قائما. سلمنا أننا استيقظنا من النوم فوجدنا كل هؤلاء يعفون لحاهم من اليهود والنصارى، طب نحن نحلق لحانا؟ نقول لا، لأن إعفاء اللحية من سنن الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم. إعفاء اللحية حديث أبي هريرة، وإعفاء اللحية من سنن الفطرة، فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. وسنن الفطرة هي القدر الثابت في الشرائع الذي ينتقل من شريعة إلى شريعة يتوارثه نبي بعد نبي، يعني لا تتبدل. سنة الفطرة لا تتبدل، هي في زمان موسى عليه السلام كما هي في زمان عيسى عليه السلام كما هي في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى إذن إعفاء اللحية هنا نحن مطالبون به جميعا كأهل كتاب. يبقى حتى لو سلمنا جدلا أنهم أعفوا جميعا لحاهم نحن لا نحلق لحانا، ليه؟ اتفقنا في سنة الفطرة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا قد حلق لحيته مثلا يعني، فقال يا فلان أعف لحيتك فإنه لا يجوز لك حلقها، ماذا سيقول له؟ ما أظن أن يقول له لا لن أعفيها، لأنه متى قال له لا على سبيل المعارضة انفك من عقد الإيمان، لأن الله عز وجل ذكر وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم في نحو من 70 موضعا في القرآن، وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.